انتكاس القلب. انتكاس القلب يعني ايه؟ يعني يدخل المعروف في المنكر والمنكر في المعروف، بمعنى مفيش حاجة عنده اسمها معروف ومفيش حاجة اسمها عنده منكر. اتمسح الاتنين دول من جواه، يعني يفعل كل ما حرم الله. وايه تاني؟ الحاجة التانية ملوش دعوة بالأوامر، يعني وبالوالدين إحسانا، لا مفيش إحسان للوالدين. طيب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا مفيش إقام الصلاة ولا آتيان الزكاة. قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ده صاحب القلب والعياذ بالله اللي احنا بنسميه فيه انتكاسة. انتكاس القلب من أهم العقوبات الدنيوية لمن يفعل المعصية، ودي موجودة عند ناس كتير على فكرة. انتكاسة القلب، تلاقي قلبه ده فيه برودة ما بعدها برودة. إنسان ما فيش إحساس مجرد من الإحساس، لو شاف واحد كفيف بيعدي طريقه على ضربه ما بيتحركش له، ملوش دعوة بيه. حاجة تانية، عند فعل الحرام يفعل الحرام ولا يخشى من الله ولا من الناس، والعياذ بالله. ده اسمه انتكاسة القلب. ده قلب. انت بتهرب ليه؟ ده قلبك انت؟ ده قلبك انت؟ انت من غير مزعق، ما تتخضش، بالراحة خالص بمنتهى الهدوء. ده قلبك، ده قلبك. قلبك دنيا إذا أعطي رضي، وإذا منع سخط. ده قلبك، ده قلبك عايش بتدور تاكل ايه، تشرب ايه، تركب ايه، تفسح فين، تنام ازاي، تنام امتى، تنام فين، صاحب مين، تتكلم مع مين، غير تليفونات، غير. هو ده انت، هو ده المنكوس. يا منكوس، يا موكوس. مش ذوقتي حلاوة السجود، مش ذوقتي حلاوة الستر، مش ذقت حلاوة القرب، مش عشتي حلاوة الأنس. بعت كل ده ليه؟ بعت كل ده ليه؟ استبدلت ده بمقابل ايه؟ الناس اللي حاسة باليأس، الناس اللي حاسة بالملل، الناس اللي حاسة بالزهق، الناس اللي حاسة بالكآبة، الناس اللي حاسة بالضياع، الناس اللي حاسة بالألم. مش قلت لكم نفسنا نفتح مستشفى للعلاج بالإيمان؟ بالإيمان، بالإيمان، العلاج بالإيمان محتاجينها دي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الناس اللي بيشتكوا ان قلوبهم مش مطمئنة، ان قلوبهم مش مليانة، قلوبهم قلقانة، قلقانة على الدنيا وقلقانة على اولادهم وقلقانة على كل حاجة. لا، ملهاش غير علاج واحد، ملهاش غير حل واحد، بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلبك مش هيطمن غير بذكر ربنا. عاوز تطمن قلبك وتخلي قلبك مطمن ومليان خير، ولو الدنيا ايه اللي حصل فيها مش هتلاقي اي حاجة ولا تسأل فيها، بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اديني وعد وعهد دلوقتي، ايدي اهي، وعد وعهد دلوقتي قدام ربنا سبحانه وتعالى، ايدي اهي، عهدني انك هتسلك الطريق الى الله. يلا مد ايدك واقبل على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. متفق عليه.